الحين تجربة اليوم عن الأدوية اللي تعمل على القلب. ف على القلب الضفدع بنسوي التجربة. فالأدوية اللي نبغى نستخدمها اليوم اللي هي الأدرينرجيك أجونست والأنتاجونست، نابينفرين، نورابينفرين، ولا أيزوبرينالين، والأنتاجونست عندنا البروبلانولون. ف عندنا هنا الدوز لا تغيرون فيها أي شيء، خلوها زي ما هي ولا تغيرون فيها أي حاجة. فنبدأ نحط الإبينفرين أول شيء. عندك القراءة هنا، هذا هو الهارت ريت يعني قدامك، يوضح لك برضو التون حق الكاردياك مصل. فإذا أضفنا الحين الدواء اللي هو الإبنفرين، نشوف كيف يبدأ يتغير. حطه بس شوف هنا، هو يعطيك الحين الانيشيال هارت ريت يعني بداية ايش كم كان، وهنا بعد الدواء يعني هنا كم كان، وهنا الحين بيعطيك مع الدواء كم صار. فنسجل الحين القراءة هذه الأولى، ونسجل القراءة الثانية، والـ HR معناها الهارت ريت، وهنا اسم الدواء برضه. هذا الحين خلصنا من الإبنفرين. الحين نستخدم الإبنفرين، مع العلم أن الإبنفرين يعني فيه مشكلة في الجهاز الحين، فمعروف أن النوربينفرين، معليش، مع النوربينفرين عندنا فيه مشكلة في الجهاز. فلو سوينا الإنجكت شوف، المفروض هو يزيد الهارت ريت شوي. شوف حتى موريك في الشارت هنا، موريك انه يزيد شوي، لكن القراءة بتطلع لك انه ينقص. هذه مشكلة في الجهاز، ما هي مشكلة في الشفاء، من 61 ل 58. فما عليك يعني، الدكتور قال قبل شوية مسألنا، قال اكتبها زي ما هي. ما ادري بس ان شاء الله ما يجيهم في الاختبار اكيد يعني. عندنا بعدها الايزوبرينالين اللي هو تقريبا اقوى اجونست فيها كلها. شفت الحين كان يصير الهارت ريت والشارت، شوف هذا الانيشال هارت ريت. شوف كم صار، 85. فنتسجل هذه، تسجل يعني القراءة هذه بالضبط، وتسجل برضو هل صار انكريز للتون او ديكريز او نورمال. النورمال يكون في السلاين، الانكريز يكون عندك في الايزوبرينالين اكثر شيء، ثم الابينفرين، ثم النورابينفرين. وعندك البروبلانولول الحين بنستخدمه، طبعا زي ما قلت لا تغير اي شيء في الدوز، الدكتور قال لا تغير اي حاجه فيها، وسوي على اللي عندك، وسوي انجكت او انسكت. وشوف عندك البروبلانولول بما انه بلوكر فهو بيقلل الهارت ريت. فبتسجل الحين القراءة هذه 42، وتكتب التون كاردياك مسل تون ديكريز. وبس هاي تجربة اليوم.